الكلمه اللي كتقولوا عليها بلي عنفت البنت ديالها وكما كتشوفوا داك الفيديو اللي انتشر داك الفيديو اللي تسرب معكم ولدها. بغيت نقول لكم بلي الام ديالي راه ماشي كما كتخيلوا. الام ديالي راه في شيشكي، هي يعني واحد النهار تعصبت على واحد السلوك اللي ماشي مزيان كديروا الاخت ديالي، ماشي مزيان داك السلوك، تعصبت عليها هي ولكن ما حرقاتها ما مساتهاش كاع كما كتشوفوا في الفيديو. ودرنا شهاده طبيه للبنت، ما ممسوسه ما والو، ما عندها حتى اثر جانبيه، يعني هذاك الشيء ما دار لها والو. وداك المسبات وداك الشيء اللي كتقولوا في لي كومونتير الدري عيب، داك الشيء عيب والله العظيم، داك الشيء راه كيالم من داخل. احسوا منا شويه، ما تبقاوش بحال القطيع تابعين، نتوما عي تابعين الفيديو اللي خرج، اي حاجه خرجت نهضروا عليها، نسبوا الناس، ما عرف شنو هذاك الشيء، ما صالحش. تقدر انت هي تجيبك تضحك مع صحابك على داك الشيء، ولكن راه كاين واحد اخر هذاك الشيء راه ما عالم بيه يلاه. المهم الوالده ديالي انايا ما هذاك الفيديو كان خرج في شهر، كانت تصور في شهر 4، كانت كتخلعها باش ما تعاودش دير داك السلوك، اي خلعتها وكانت تعامل معنا يعني حنا ما ناديوهاش، يعني غير كنخلعوها. وكانت شي حاجه طريئه، وكانت شي حاجه طريئه يعني كنا ندخلو ما نخليوش داك الشيء يوقع، ولكن حنا عارفين هي كتخلعها. الفيديو كما كتشوف كانت الوالدة داخل كطيب، حتى شافتها كدير داك السلوك ولا تعاودت داك السلوك، قالت لها اجي مالك، علاش كديري هادي، بقات كتقول لها ما تعاودش ما عارف شنو. الاخرى عاوتاني مشات واحد جوج دقائق شافتها نفس كدير داك السلوك، جرتها عند الكوزينه، ما يعني راكم شتو شنو كاين في الفيديو، كتخلعها كتحاول تخلعها باش مره اخرى ما تعاودش نفس داك السلوك. الفيديو كيفاش تصور خوها المتوسط، يعني هذا هو الضحك ديالهم، يصورها باش يبقى يضحك عليها من بعد، يعني هو ما ناويش شي حاجه، هو الاخ والاخت كتعرفوا كيتمازحوا كيفاش المزاح ديالهم، حتى هي لا كان دار شي حاجه حتى هي كتصور. المهم بعد داكشي الفيديو كان بقى في التليفون ديال الوالده شي سيمانه تقريبا وتمسح، يعني صافي عي حد داك الاخر ما على بالناش حنايا هذاك الفيديو، ما هي ما قالتش ديروا الفيديو، هو اللي صورها يعني من غير اذن، ما طلبش منها كاع الاذن. كيفاش تسرب الفيديو؟ الفيديو كيفاش تسرب حنا ما عرفناش كيفاش تسرب، يعني الفيديو كان بقى في التليفون سيمانه وهو وتمسح، داك الفيديو كان تمسح، هي مسحاته الراس، كيفاش تسرب الله اعلم. يعني شوف من شهر 4 لهذا الشهر هذا دابا 7 شهور دازت على الفيديو، ويجي واحد وينزلو يعني بلا ما ضبب الوجوه، ما دار والو، يعني الفيديو كما تشدك الفيديو كما تنشر. باش كطالب انا فين كان التليفون؟ كان التليفون باقي عند الوالده، التليفون ديال الوالده باقي عندها ولكن الفيديو ما كاينش، يعني كانت تمسح هذيك الايامات. كنطالب هذه السيده هذه اللي حطت الفيديو خصها متابعه قضائيه، ضروري متابعه قضائيه. باش عرفتي انت السيده هي اللي سربت؟ اول واحد تسرب، اول الدراري كانوا كيطاقوني، هاد يماك راه بانت هنا، يماك راه هنا، هذيك السيده اللي كانت نشرات، وعندي السكرينات مي دازت واقيلا شي 9 سوايع كانوا مسحوا لها الفيديو، ما عرفتش شكون اللي مسح لها الفيديو. خرجت بتصويره اخرى كتقول فيها واخا مسحتوا لي الفيديو الله ينعلكم كاملين، واخا الهضره ما خصهاش تقال غنولي نهضر، والمراه ما كنعرفوهاش كاع، وجابتها حتى الحي فين كنسكنوا، جاب الدار فين كنسكنوا، حنا ما عمرنا عرفنا داك المراه كاع.